السلام عليكم، حياكم الله ويا هلا وسهلا، الله يسعدكم. في موضوع كثير يسألون عنه كثير، يعني أنا ما أدري إيش المشكلة اللي تواجه الناس بفهم طريقة الإضافة، إضافة المحاليل A و B. عندنا هذا محلول A، هذا محلول B، تمام؟ يعني أنا لما يسألوني أنا أختصر العملية أقول لهم 1:1، فيقول لي كم ملي وكم جرام. يا أخوان ما هو كذا، ترى اللي يقول لكم أنه 1 لتر للمية لتر هذا مش صحيح. انت ايش النبات اللي عندك المستهدف؟ خزانك كم لتر؟ فالفكرة لما نقول 1:1 انه 1 من A و1 من B، بمعنى تاخذ 50 ملي من A تاخذ 50 ملي من B، لكن كم تبغى تضيف للخزان هذا يعتمد على انت كم رقم الاملاح. عندنا مثلا الخيار هنا الان موصلينه للالف، اعتقد 1100 زي كذا. طبعا هذا خيار بالتربة، ما عليكم، بس هذا زرع المية. وصلنا للألف، فأنا لما أبغى أضيف للألف الإضافة هنا من المحاليل حتكون على تتوقف على كميتها، تتوقف على كمية المياه داخل الخزان. يعني هذه ترى الفكرة، يعني أخذ من هنا مثلا ممكن 100 ملي أو 200 ملي من هنا، 200 من A و 200 من B، أضيفها للخزان بالتساوي، أضيفها للخزان هنا يوصل عندي الألف البي بي ام. لو أنا كنت زارع طماطم على نفس الخزان هذا، فبالتالي أنا راح أخذ 500 من هنا و 500 من هنا على سبيل المثال، ترى عشان نوصل أملاح الطماطم لل 1800 أو ال 2000. فهذه فكرة نسبة الإضافة لما أنا أقول 1:1. كثير يقول لي كم ملي نضيف من A وكم نضيف من B. لا أحد يسأل السؤال هذا، ترى اللي يجاوبكم هو ما راح يجاوبكم صح، لأنه ما يعرف النبات الموجود ولا يعرف الخزان سعته كم، لذلك ولا عمر النبات حتى كم. لذلك لا تعتمدون على الطريقة هذه انه كم ملي نضيف على الخزان. الإضافة لما نقول 1:1 بمعنى نفس المعيار، ناخذ من هنا ملي، ناخذ من هنا ملي، ناخذ ألف، ناخذ لتر من هنا كامل، ناخذ لتر من هنا كامل، هنا نضيفها للخزان. القراءة اللي تكون بعد خلط المحاليل بالمياه بالخزان، هذه القراءة اللي احنا نعتمد ونعرف كم ناخذ من هنا. يعني أرجو أنه يكون واضح الشرح. فكرة الفيديو هذا كله مسويه عشان كلمة نسبة الإضافة 1:1، هذا بالنسبة لخلطة يارا الله يسعدكم، وهي الخلطة المفضلة بالنسبة لي. حفظكم الله، مع السلامة.